نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. يستحب أن يصوم 6 أيام من شوال بعد ما يصوم رمضان، قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، يعني صام السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، رمضان عن 10 أشهر، و6 أيام عن 2 شهر، والسنة 12 شهرا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فكأنما صام الدهر، يعني السنة. نعم.